الآن مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد الجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا نهى. أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الصناعة يأخذ الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية مكلفا لجنة تخصيص الأراضي الصناعية بالاجتماع أسبوعيا. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد في أكتوبر الماضي. وشدد مدبولي على أن الدولة تقوم بتكسير مختلف الإجراءات البيروقراطية من أجل انطلاق قطاع الصناعة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمدينة روبيكي فهناك تعاقدات حاليا مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية فضلا عن وجود تقدم كبير محرز في مجال صناعة البتروكيماويات. كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروعات كبرى في هذا المجال. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين لمناقشة الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم. كما شهد الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بدعم الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر وسبل جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعظيم قيمة الصادرات منه. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مخططات تنفيذ المرافق والبنية الأساسية في الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العالمين الجديدة. وخلال اجتماع لاستعراض مخططات المنطقة وجه مدبولي بأن يتولى المكتب الاستشاري التفاوض مع المشغلين العالميين خاصة للفنادق بشأن إدارة وتشغيل الفنادق المقرر إنشاؤها وفقا للمخطط. كشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قيام البنوك العاملة بالسوق المصرية بتقديم تمويلات بقيمة 55.2 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل حتى نهاية يناير الماضي ليستفيد من المبادرة التي أطلقت قبل 8 أعوام نحو 467.55 ألف عميل. كما منحت شركات التمويل العقاري محدود الدخل تمويلا عقاريا قيمته 2.33 مليار جنيه واستفاد منه 19.100 عميل. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملف التحضير للتعاون للمرحلة الثانية بين المنطقة الاقتصادية والبنك الأوروبي فيما يتعلق برقمنة خدمات المستثمرين والموانئ. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.70 من المئة نقط تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة.
وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبه 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقاط. في أسواق المال الخليجية سجلت الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتراجع المؤشر السعودي للجلسة السابعة على التوالي وخسر 0.8% متأثرا بضغوط على أسهم قطاعي التمويل والرعاية الصحية ذات الثقل. كما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة قطر بنسبة 1.3%. وفي أبو ظبي سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا، كما زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.1% مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، بينما استقر المؤشر الرئيسي لكل من بورصة البحرين والكويت. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى يوسف ونهى. شكرا جزيلا لك محمد.